أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إعلان الحكومة إنهاء اتفاق ستوكهولم مع الميليشيا. أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية وفاة اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه مع الميليشيات الحوثية برعاية أممية في ديسمبر كانون الأول 2018 في السويد. وأوضح راجح بادي المتحدث باسم الحكومة في تصريحات خاصة للشرق الأوسط أن اتفاق ستوكهولم أصبح مشكلة وليس حل، أضاف بأن التصعيد العسكري الذي حصل في نهم هو ما أنهى هذا الاتفاق وعمل على إعلان وفاته بشكل نهائي ورسمي. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من عودة المواجهات في جبهة نهم بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب إعلان الحكومة تلويحها بإنهاء اتفاق ستوكهولم، وآثار إنهاء الاتفاق على سير المعارك في نهم وباقي الجبهات. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل عبد الرقيب الأبارة، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. قيادات الحركة الحوثية بعد أكثر من عام على اتفاق ستوكهولم، عادت الحكومة مجددا لتعلن انتهاء هذا الاتفاق وفقا لتصريحات أعلنها المتحدث باسم الحكومة. متحدث الحكومة قال إن التصعيد العسكري الذي حصل في نهم هو ما أنهى هذا الاتفاق وعمل على إعلان وفاته بشكل نهائي ورسمي. الحكومة عللت قرارها إنهاء الاتفاق باستغلال ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم في ظل صمت المبعوث الأممي والأمم المتحدة، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز وجود الميليشيا في جبهات أخرى، في إشارة إلى نهم والجوف. تأتي تصريحات المتحدث باسم الحكومة عقب ساعات من تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرمي أكد فيها أن استمرار التصعيد العسكري يقوض كل جهود السلام والتهدئة في الحديدة. وأكد الحضرمي أن الحكومة لن تسمح باستغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الميليشيا العبثية في الجبهات التي تختارها. بموازاة ذلك، لا تزال المعارك مستمرة منذ نحو أسبوع بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهة نهم وصرواح وجبهات الجوف وغيرها من الجبهات الواقعة في مناطق نفوذ الشرعية، فيما تنخفض العمليات العسكرية بوضوح في جبهات الحدود. يرى مراقبون أن تراخي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومواقف التحالف واختلال العلاقة بينه وبين الشرعية وعدم امتلاك الأخيرة لقرار الحرب والسياسة شجع ميليشيا الحوثي على تصعيد خروقاتها وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات وجهود الوسطاء الدوليين. لنقاش أوسع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي محمد جميح، أيضا ينضم إلينا من القاهرة المحلل العسكري الدكتور علي الذهب. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد محمد جميح، وفق تصريحات المتحدث الحكومي راجح بادي أعلن أن الحكومة أعلنت انتهاء اتفاق ستوكهولم، هل يمكن فعلا الجزم بإنهاء هذا الاتفاق؟ بعد التحية لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم، أقول الحكومة لم تنهي الاتفاق، ولا ينبغي أن تقول الحكومة أنها أنهت الاتفاق، الحوثيون هم الذين أنهوه. الاتفاق لو عددنا مرات الاختراق الذي اخترق من منذ أن وقع حتى هذه اللحظة لوجدنا أنه لم يعد هناك اتفاق. تصوري أنك تمسكين بقطعة من القماش، وهذه القطعة تثقب ثم تثقب وتخرم ثم تخرم وتخترق وتمزق، لا تبقى القطعة، فما بالك بوثيقة أو ورقة مكتوب عليها كلام أصلا لم يقتنع به الحوثي منذ اليوم الأول، وإنما هدف من خلاله إلى تجنب دخول القوات الحكومية إلى الحديدة. نعم، إذن هذا الاتفاق أنا نعم. تقديري لو سمحت لي أختي الكريمة، في تقديري تفضل. أنه يجب في تصوري إذا أرادت الحكومة أن تحرك جبهة الحديدة فعليها أن تحركها دون أن تعلن أنها قد أنهت الاتفاق. لماذا تحمل نفسها مسؤولية إنهاء الاتفاق أمام المجتمع الدولي؟ تتحرك ردا على خروقات الحوثيين، والحوثي هو الذي أنهى الاتفاق بأكثر من 10,000 اختراق لهذا الاتفاق منذ أن وقع حتى اليوم. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد محمد. ضيفي علي الذهب من القاهرة مرحبا بك. إذن
الميليشيا كما ذكر محمد جميح هي من أنهت هذا الاتفاق بتكرار اختراقاتها له. برأيك لماذا اختارت الميليشيا التصعيد في هذا الوقت في جبهة نيم بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء؟ تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة مسألة التصعيد أنا لا أربط بينها وبين اتفاق ستوكهولم على الإطلاق، لأن اتفاقيات ستوكهولم ليست لها أي صلة بما يجري من قتال في مختلف الجبهات. فاتفاق ستوكهولم هو أو اتفاقية ستوكهولم لأنها ثلاثة اتفاقيات تتمحور حول مواضيع محددة، الحديدة واتفاقية لتنفيذ آلية تبادل الأسرى وتفاهمات خاصة بمحافظة تعز، ولا يترتب على أي توقيع على هذه الاتفاقية أي آثار أخرى تتعلق بمشاورات جديدة أو مفاوضات. نعم دكتور، نعم سيد علي الذهب، كيف يمكن فهم أن الجبهات في تلك الفترة كانت جامدة ولم يحدث فيها أي تصعيد؟ لماذا التصعيد الآن وكيف يمكن لنا فهم هذا الجمود؟ التصعيد الذي يجري في نهم هو عملية منسقة من أجل أولا إسقاط اتفاق عدن أو اتفاق الرياض الذي سيعزز من قدرات القوات المسلحة والجيش بشكل عام في مختلف الجبهات، بمعنى أنه في حال استقر الأمر في المحافظة الجنوبية فإن هنالك وبموجب اتفاق الرياض انطلاقة أخرى لهذه القوات في مختلف الجبهات. ثانيا وهذا ما سيضر الحوثيون ويجدون أنفسهم في مرمى نيران الجيش الوطني، ولذلك هم بادروا بهذه العملية كعملية استباقية لمفاجأة القوات الحكومية. ثانيا هناك اتفاقيات وتفاهمات مبهمة أو غير معلنة مع السعودية على عدم إطلاق الصواريخ وأن يكون هناك إجراء مماثل على ما أسماه الحوثيون بالتحية ورد التحية بأحسن منها كما تحدث عنه رئيس المجلس السياسي لدى الحوثيين. نعم تفضل بالبقاء معي دكتور علي. أعود إليك سيد محمد. إذن الغرض من تصعيد الجبهات في نهم هو إنهاء أو إفساد اتفاق الرياض كما ذكر الدكتور علي، بالتالي لماذا لا تتجه الشرعية لمعركة شاملة مع الميليشيا وإنهاء هذا التمرد رغم المطالبات المستمرة من قبل المواطنين والشعب؟ عندما كانت المعركة في الحديدة على أشدها كانت جبهة نهم واقفة، والآن تستعر جبهة نهم والحديدة مكتفة باتفاق الرياض ودع الحديدة، لكن الجبهات الأخرى أيضا واقفة. هذه الإشكالية التي يجب أن يصار فيها إلى حل أو على الأقل إلى فهم، لماذا تتحرك شبهة فيما بقية الجبهات لا تتحرك، مع أنه يعني لست خبيرا عسكريا ولكنني أفهم أن إذا ما حركت أكثر الجبهات في وقت واحد فإن ذلك يعني استنزاف هذه الميليشيات ولا طاقة لها بأن تواجه الجبهات على امتداد سواحل اليمن وجبالها ورمالها. لكن هذا السؤال يترك لمن يديرون هذه الجبهات. إنما أنا أقول بالنسبة لجبهة نهم أنا لا أعتقد أنه أن لها علاقة باتفاق الرياض. صحيح أن هذه الجبهة تحريكها يصب في مجرى ربما عرقلة هذا الاتفاق، ولكن علينا أن نفهم أن الحوثيين أعدوا للهجوم على نهم منذ فترة طويلة تتجاوز السنة بل ربما السنة ونصف وهم يعدون لهذه الهجمة، لأن الحوثيين ما لم يسيطروا على منابع النفط، ما لم يسيطروا على الشريط الحدودي الذي يفصل اليمن عن المملكة العربية السعودية، ما لم يسيطروا على الساحل الغربي، فإنهم لا يمكن أن من وجهة نظرهم أن يستقر حكمهم في البلاد. لابد من نفط، لابد من شريط حدودي يتحكمون فيه أو عن طريقه بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا مطلب إيراني، ولابد أيضا من السواحل الغربية. ثم يأتي بعد ذلك مسألة الجنوب الذي لابد أنهم لن يتخلوا عنه، وإن غازلوا الجنوبيين بين لحظة وأخرى بأنهم يريدون الشمال والجنوب للجنوبيين، لأنهم قالوا ذلك في المؤتمر الحوار الوطني وبعد ذلك المؤتمر بأشهر معدودة كانت ميليشياتهم في عدن. لكن الواقع
بالعودة إلى اتفاق ستوكهولم. أنا أعتقد أن الذي أسقطه هم الحوثيون، وليس على الحكومة أن تتحمل مسؤولية أو أن تعلن إفشال هذا الاتفاق، لأنه سقط على الأرض. إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتحريك جبهة الساحل، فلا داعي للحكومة لأن تتحدث عن سقوطه أو إسقاطه أو إفشاله. نعم، بالتالي لأن الحكومة إذا تحدثت الحكومة عن إفشال أو إسقاط هذا الاتفاق دون أن تتحرك معركة الحديدة، فهذا عيب وهذا نعم. عار. دكتور محمد، برأيك لها أن تظل على هذه على الالتزام وأن تحرك المعركة، والحوثيون هم الذين اخترقوا وهم الذين أفشلوا الاتفاق. نعم، ما هي الفرص المتاحة أو التي تمتلكها الحكومة لفرض واقع جديد على الأرض في ظل المعارك المستمرة منذ أكثر من أسبوع؟ تمتلك الحكومة أشياء كثيرة، لكن مشكلة هذه الحكومة، مشكلة الشرعية بشكل عام، أنها لا تجيد توظيف الأوراق التي في يدها. قبل سنوات عندما تحققت انتصارات كبيرة، كان يمكن أن تحول هذه الانتصارات إلى كاش سياسي، إلى أوراق اللعب، إلى أوراق على الطاولة، لكن للأسف الشديد لم تستثمر الحكومة هذه الانتصارات ولم تحولها إلى أرصدة سياسية. اليوم بإمكان الحكومة أن تستفيد، بإمكانها أن تحرك الجبهات، بإمكانها أن هل تعلم أختي العزيزة أنه بعد أن هاجم الحوثيون نهم، وبعد أن وصلت تغطيتهم النارية إلى مفرق الجوف، ما الذي حصل؟ نعم. لم تتحرك القوات الحكومية بشكل كبير، ولم تجمع الأسلحة. الذي حصل أن الناس من أنفسهم، الهبة الشعبية في مأرب، القبائل التي يعني تدفقت وامتلأت بها الخطوط بين مأرب ونهم، هي التي أوقفت الزحف الحوثي وأمكنت الجيش من إعادة ترتيب صفوفه. ماذا أريد من ذلك؟ أريد أن أقول بأن الحكومة تستطيع حتى في ظل وجود صعوبات لوجستية وصعوبات بشرية في الجيش، تستطيع أن تعتمد على عامل المقاومة الوطنية الحقيقية في القبائل، في الناس. لكن ذلك يحتاج إلى شرط أساس، وهذا الشرط هو تلاحم الحكومة، تلاحم الشرعية مع الناس. يجب أن تكون معركة نهم الأخيرة وإيقاف الزحف الحوثي، يجب أن يكون درسا نستخلص منه العظة والعظات، بأننا يمكن أن ننتصر بأقل الإمكانيات إذا ما حمسنا الناس، إذا ما أعدنا إلى الناس الأمل. البارحة وقبل البارحة وأنا أستعرض النجدات الشعبية التي تهب على نهم، عادت إلي أحداث 2014 و2015 في مأرب، عندما بدأ أهل مأرب بتشكيل مطارح في جهد شعبي متواضع لا يمتلكون فيه إلا أسلحتهم الشخصية، ووقفوا وصدوا العدوان الحوثي مستمرين أكثر من 5 شهور قبل أن تتدخل قوات التحالف العربي، وصمدوا. إذن نحن لدينا مخزون من المقاومة، لدينا مخزون من السلاح لدى القبائل، لدينا مخزون من الروح المعنوية العائلية التي لا تحتاج فقط إلا إلى قيادة حكيمة تستطيع توظيفها. نعم، تفضل بالبقاء معي دكتور محمد. أعود إليك دكتور علي. إذن كخبير عسكري، كيف تقرأ وتقيم موازين القوى في نهم، ولصالح من برأيك سترجح الكفة؟ دون شك أن الجيش الوطني في وضع أقوى، لأنه أولا مسنود بالقوات بالطيران من قبل التحالف، ثانيا هو في وضع المتحصن، لأن القوات الحوثية هي من بدأت بالمهاجمة، وبالتالي فإن دائما وفي المعتاد عسكريا أن المهاجم يعني يهاجم بثلاثة أضعاف القوات المتحصنة أو المدافعة، ولكن ولذلك نلاحظ خسارة الحوثيين كثيرة، لأنهم كانوا هم المهاجمين على المواقع، وكان على الجيش الوطني أن يبدي مرونة في التعاطي معهم، بحيث انسحب من بعضها ليعيد الكر مرة أخرى. أعتقد أن الحوثيين في وضع صعب جدا، لولا أن الهدنة التي الغير معلنة بينهم وبين السعودية في المناطق الشمالية منحتهم قوة أكثر لحشد قواتهم في جبهة نه، فضلا عن توقف القتال في الحديدة بموجب اتفاقية ستوكهولم. هذا أعطاهم فرصة لإعادة بناء أنفسهم ولتكديس قواتهم في هذا الاتجاه، ولا أدل من ذلك على أنهم يعني دفعوا بقادة ممن كان لهم يعني باع في القتال ولا يشق لهم غبار في صعدة، ومنهم أرزمي الذي يشار إلى أنه قضى في هذه المعركة أو ربما أنه أصيب،
وهناك قادة عسكريون آخرون لقوا حتفهم، قادة للميليشياتهم لقوا حتفهم. أكرر بأن الجيش الوطني في وضع قوي يمكنه من استثمان النصر بنقل المعركة إلى أوسع من ذلك إذا منح قرارا سياسيا يقول بانتهاء الستوكهولم وأن تدار المعركة من أكثر من جبهة لإضعاف الحوثيين في مختلف المناطق. نعم، إذا هل يمكن أن نشهد دخول أكثر من جبهة كما ذكرت على خط المواجهات بعد تصريحات ناطق الحكومة بإنهاء العمل باتفاق ستوكهولم؟ كإجابة على سؤالك، نعم أنا أقول ذلك، وهو من الأفضل، لأن تشتيت قوى الحوثيين في الجبهات المشتعلة في الضالع وفي الحديدة على وجه الخصوص، لأنها تعتبر الجبهة رقم اثنين بعد أو إن لم تكن الأولى بعد نهم. الحوثيون على فكرة في جبهة نهم هم يريدون كذلك أن تكون طريقا لاتفاق يشبه اتفاق ستوكهولم، وبالتالي تكون الحرب قد انتهت تماما، لأن بإحداث اتفاق آخر يشبه اتفاق ستوكهولم لم يكن هنالك داع لأي حروب، وأنه ستخضع السلطة الشرعية قسرا لأي تفاوضات بخصوص وضع النظام أو شكل النظام الذي سيحكم والأشخاص الجديدة التي ستتولى السلطة وفقا لرأي مبعوث الأمم المتحدة الذي قال أنه يحمل رؤية جديدة دون للسلام دون قيد أو شرط، وهذا ما أكدته في نفس الوقت اتفاقيات ستوكهولم التي خصت الحديدة وموانئها وتعزو التفاهمات بشأن الأسرة. نعم، تفضل بالبقاء معي دكتور علي. أعود إليك دكتور محمد، إذن كيف تقيم وتقرأ دور التحالف في المواجهات المستمرة في نهم؟ طبعا شارك يعني بحسب الأنباء الواردة مؤكدة أن قوات التحالف حسب أيضا المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن طيران التحالف شارك في ضربات دقيقة في خاصة في المعارك التي كانت في هيلان. وهناك أيضا أخبار أن قوات التحالف استهدفت حشود للحوثيين على خطوط الإمداد. ولذلك أنا أعتقد أنه حتى لو صحت نظرية التفاهمات غير المعلنة بين السعودية والحوثيين، فأتصور أن الحوثي خرج على هذه التفاهمات، الأمر الذي أدى إلى أن يتدخل الطيران، لأن السعودية في الأخير ليس من صالحها أن تكون هناك تفاهمات غير معلنة، ثم يزحف الحوثيون على المناطق التي يعني دعمت السعودية وألقت ثقلها من أجل تحريرها من هذه الميليشيات. لكن أنا أريد أن أقول بشكل مختصر حول اتفاق ستوكهولم ودعوة مارتن جريفيث إلى اتفاق جديد. هذه مهزلة، لأن مارتن جريفيث أراد أن ينسحب من هزيمته بعدم تنفيذ الاتفاق إلى كمن يعني يريد أن يضع العربة أمام الحصان. يعني أنت الآن لم تطبع الأوضاع في الحديدة، اتفاق ستوكهولم في منافذ إنسانية، ممرات في ألغام تنزع، هناك حصار تعز يرفع، هناك مقاتلون ينسحبون، ميليشيات، هناك أجهزة أمن تتسلم، هناك خفر سواحل، هناك أيضا ما يخص الصليب وراس عيسى، هناك يعني ملاحق كثيرة ينبغي أن تنفذ. كل ما في الأمر، كل ما نفذ من هذا الاتفاق نقاط مراقبة. دكتور محمد، إذن دكتور محمد، خروج الميليشيا بهذا التصعيد عن التفاهمات التي يعني ذكرتها من خلال حديثك، لماذا لا يتم حسم المعركة من قبل الحكومة والشرعية بشكل تام، وبالتالي إغلاق تعنت الميليشيا وفرض واقع جديد؟ يعني بشكل مختصر، لو وجد لدينا رجال دولة، لو وجد لدينا مسؤولون في القيادة العسكرية والقيادة السياسية، لو وجد هؤلاء المسؤولون الذين يلتحمون بالناس، يعيشون هم الناس، يتألمون لآلام الناس، لو وجد هؤلاء الذين يعالجون الجرحى من المقاومة ومن الجيش، لو وجدوا وعادوا إلى أرض الوطن، لكان الوضع بصورة عامة أفضل ما هو عليه. أنا لا أريد أن أحمل السعودية أو الإمارات، كلنا يتحمل مسؤوليته، لكن نحن اليمنيين من يتحمل المسؤولية الكبرى في هذه المعركة، لأنها معركة اليمنيين. متى ما أدركوا بأنهم هم المعنيون لا غيرهم بهذه المعركة، على هذا الطفل أن ينفطم.
يكفي، يعتمدوا على أنفسهم، هذا وطنهم وعليهم أن ينفطموا عن دعم التحالف. قدم التحالف ما استطاع أن يقدمه خلال الفترة الماضية، الطفل له سنتان في مرحلة الفطام، لكن هذا الطفل بلغ الخامسة والسادسة من السن، عليه أن يفطم، أن يعتمد على نفسه تسريحا وتأهيلا وتدريبا. ولا نحتاج في البداية أختي الكريمة، كان مطلوبا من التحالف العربي ضرب القوة الجوية الحوثيين، نعم، التي يخشى منها على المقاومة فقط، كان هذا هو الهدف. فعندما شلت حركة الطيران العسكري بضرب المطارات العسكرية لم يعد هناك من حاجة، كان يفترض أن يتحول الاهتمام من الجو إلى البر. الجو مكلف ماديا ومكلف، نعم، إنسانيا، لأن الأخطاء كثيرة، البر أقل كلفة، البر هناك رجال، البر يحتاج أيضا أقل كلفة مادية وكلفته الإنسانية أيضا أقل. هذا هو مسار المعركة، وأنا لست عسكريا لكن أتصور أن تحول، نعم، هذا بالنسبة للمبعوث الأممي موقفه وموقف التحالف من التصعيد الأخير. بالنسبة للمجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة، كيف تقيم دورها فيما يحدث؟ أختي العزيزة، الأمم المتحدة يعني إذا حلت مشكلة في العالم دون أن تتوافق مصالح دول معينة بذاتها على حل هذه المشكلة، فأخبريني عن هذه المشكلة. نعم. لم تحل مشكلة منذ فلسطين، مرورا بالدول في البلقان، مرورا بأفريقيا، مرورا بأمريكا اللاتينية، ومشكلة العراق وسوريا وأوكرانيا، يعني ما حلت الأمم المتحدة أي مشكلة، إلا أنه عندما تتوافق مصالح دولية معينة لحل مشكلة معينة فإنها تحل، ثم يخرج هذا الحل في ثوب أممي. نعم. وبما أن الأمور كذلك، فأنا أعتقد أن على الحكومة اليمنية أن تقرر ماذا تريد أن تفعل، أن تمضي قدما مع أكاذيب الأمم المتحدة، أو أن تتخلى عن هذه الأكاذيب وتعزم أمرها من أجل استعادة بلدها. ما لم، فأنا أعتقد أن الأمور يعني تسوء يوم بعد يوم. نعم. وإذا كان الجيش استطاع أن يصد هذه الهجمة الحوثية الهمجية على نهم في هذه المرة ويوقفها نسبيا عند حدها، فإننا لا نضمن مرة أخرى أن يتكرر الهجوم. الحوثيون مصممون على استعادة كل ما خسروه، مصممون على العودة إلى مأرب، مصممون على العودة إلى حقول النفط، مصممون على إحكام القبضة على شريط الحدود بين اليمن والسعودية. نعم. ومصممون، شكرا، على العودة حتى إلى باب المندب. نعم، شكرا جزيل الشكر لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن. أعود إليك دكتور علي، كيف يمكن تقييم دور الدول الإقليمية وأيضا المبعوث الأممي في التصعيد الأخير في نهم؟ حقيقة الدور الأول، نبدأ بالدور مبعوث الأمم المتحدة، وهو دور إشرافي، دور إشرافي ليس إلا، لكنه، نعم، الرجل يمارس خفية، وهي يستمد قوته فيها من بريطانيا، لأنه الآن لا يعبر فقط عن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وإنما يعبر أيضا عن النزعة السياسية والأجندات الخفية لبريطانيا في إدارة الصراع. وأعتقد أن الرجل يحاول أن يحقق مكاسب لنفسه ولبريطانيا على وجه الخصوص. أما مسألة أنه يدعم طرف على حساب طرف آخر فهذا غير ورد. إذا صب ذلك في اتجاه خدمة الأجندة، يعني موازين قوى في إطار موازين قوى معينة داخلية وخارجية، فسيذهب في هذا الاتجاه. قضية الجانب الإقليمي أيضا يدور في هذا الفلك، لأن جبهة نهم كانت متوقفة لاعتبارات سياسية، والاعتبارات السياسية مثلت عائقا أمام تقدم الجيش. نعم. وهذه النظرة كانت من خلال التحالف نفسه، كان هناك من يجير وجود قوة في هذه الجبهة لصالح طرف سياسي معين، ولذلك أوقفت لمدة عامين. نعم، سؤال أخير دكتور علي، ما الذي تحتاجه الشرعية من الناحية العسكرية لكي تنتصر في معركتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ أولا يجب أن تكون هناك توحيد الموقف السياسي والعسكري للتحالف والحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية تتحرك الآن في إطار معادلة قوة هي عنصر فيها، هي تمثل في هذه المعادلة تمثل معاملا المعاملة المتغير أو العنصر المتغير في هذه المعادلة، وليس العامل يعني المستقل. لا،
هي الآن عبارة عن عامل متغير داخل هذه المعادلة، وإذا استطاعت أن تكون في مقدمة المؤثرين فإنها تستطيع إحراز التقدم العسكري. نعم. عليها أيضا أن تتحرر من القيود التي يفرضها عليها التحالف، وهي الآن في وضع أعتقد أنه سيء، لأنها مكبلة باتفاق الرياض، وهناك تناقضات داخلية في إطار مجموعة من القوى، القوات الموجودة في الساحل، القوات السلفية التي تقاتل على الشمال بعيدا عن سيطرتها، لديها يعني فجوات كثيرة يجب أن تملأها لخوض معركة حاسمة في اتجاه تحقيق استقلال القرار السياسي والعسكري وتحقيق انتصارات في مختلف الجبهات. نعم، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك المحلل العسكري الدكتور علي الذهب، كنت معي من القاهرة. كما أشكر ضيفي المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كان معنا من لندن. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.